أعطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. بالفيديو عامل النظافة هذا رغم الأمطار الغزيرة لكن بقى متواصل بعمله وتأدية واجبه ويؤدي عمله بالصورة الصحيحة. يعني هذا إخلاص ووفاء ما له مثيل بالرغم من هو راتبه قليل. راتبه قليل يمكن ياخذ له 150 ألف دينار بالشهر. ال 150 ألف دينار بالشهر تدري أنت إذا تستلمها ما تكفيك يومين. وبنفس الوقت الأمطار الغزيرة والشوارع غرقانة ورعد وعواصف بس هو بقى مستمر ويؤدي عمله بكل إخلاص بوسط هاي الظروف الصعبة. وأكو غيره أكو أنا أعرف موظفين رواتبهم عالية ودوامهم يعني كله بغرف ومكاتب وما أعرف شنو ومن صارت المطر ظلوا ينشرون بلكت باكر عطلة بلكت باكر دوام ماكو ويتعاجز يروح للدوام يتعاجز يروح للعمل وهو مكتب وكل شيء عنده وتفاصيل. بينما هذا الشاب اللي هو ما ترك عمله رغم اللي صار وياه يعني بصراحة ألف تحية لهذا عامل النظافة وأنا أطلب يعني تكريمه من قبل الجهات المختصة. أتمنى من البلدية أو ما أعرف أمانة العاصمة هو المن تابع بالتحديد لأي دائرة يعني أتمنى أنه يتم تكريم هذا العامل حتى يكون قدوة لكل عمال النظافة اللي موجودين بالعراق. أتمنى يتم تكريمه حتى من قبل الحكومة العراقية ورئيس الوزراء العراقي لأن هذا يحث الشباب على العمل على الإخلاص على الوفاء. فأتمنى أنه توصل هذه الرسالة ويوصل هذا الشخص عامل النظافة هذا إلى الجهات المعنية ويتم تكريمه.